اليوم الثلاثاء 28/5/2024 من البصرة، عقود وزارة النفط كافة لجميع الشركات النفطية، شركة المشاريع وشركة مصافي الجنوب وشركة نفط البصرة وشركة توزيع وتعبئة الغاز، من عقود وإجور يوميين للمطالبة بالحقوق بالتثبيت. الآن قطع تام ومستمر اليوم الثالث على التوالي، مستمرين. مطلبنا واحد، هذه المتظاهرين طلعت من أجل أطفالهم وعوائلهم أعمارهم كبيرة من أجل التثبيت. مطلب واحد يا سيادة دكتور محمد الشيع السوداني ويا وزير النفط ويا وزيرة المالية، احنا شركات تمويل ذاتي، وانتم تعرفون هاي الموضوع كل زين، تمويل ذاتي لا نحتاج موازنة، احنا من ممول موازنة. شركات النفطية كافة عقود وزارة النفط 315 الآن قطع تام لمصفى الشعيبة، جميع الأبواب قطع تام لخمسة أبواب للمصافي. نتمنى من عندكم كلمة واحدة أخيرة من قبل جميع هاي العقود تثبيت. اليوم الثالث على التوالي نجدد مظاهراتنا أمام مصفى الشعيبة من أجل المطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، لأنه يعني صراحة اليوم فاتوا وماكو استجابة، يعني رغم وجود بعض النواب لكن ماكو استجابات لحد الآن، لا من رئاسة الوزراء ولا اكو تأثير الوزير النفط على يعني على الحكومة المركزية. لذلك احنا اليوم الثالث على التوالي نجدد مظاهراتنا ونطالب بالتثبيت. أصغر واحد بينا عمره 35 سنة، واحنا يعني احنا دائما نقول هاي الكلمة، تمويلنا ذاتي يا ناس، والله احنا تمويلنا ذاتي، يعني ما نحتاج لا موازنة ولا اي شيء، مجرد استثناء او قرار من يوقف يعني وزير النفط وسيد رئيس الوزراء بس. هاي احنا كل احنا كملنا السن القانوني للتثبيت السنتين، وهاي ثالث سنة، يعني احنا دخلنا بالسنة الثالثة تقريبا راح نكملها. فيعني ما اعرف شنو العذر من عندهم انه ما يثبتون شريحة العقود بعد عملهم ما يقارب سنتين ونص، طالعين اليوم بوقفة سلمية يطالبون الجهات المعنية سيما وزير النفط ورئيس الوزراء ووزارة المالية بتثبيتهم انصافا لهم لما يقدمونه من خدمات داخل هذه الشركات أسوة بأخوتهم الثابتين. للعلم أنه قبل ما يكون قرار 315 لنا عقود وفق قرار 194 عفوا أجور يومية، واستمرينا كذلك ما يقارب السنة ونص. اليوم طلعتنا هي لا لأجل التخريب ولا ضد جهة معينة، طلعتنا مجرد أنه نثبت للدولة إحنا أصحاب حق، لابد أن يكون للدولة أذان صاغية. لذلك الناشد نوابنا نواب البصرة أن تكون وقفتهم وقفة مشرفة مع أبنائهم وأخوانهم من مهندسين عقود قرار 315، نظرا لأن إحنا أعمارنا كلش كبيرة، بحيث أصغر واحد بينا يتجاوز عمره 35 سنة، أكملنا سنتين ودخلنا بالسنة الثالثة، أيضا أصحاب إحنا خبرات سابقة وكلنا إحنا عاملين بالقطاع الخاص وبالقطاع العام، فحتى عندنا خدمة حتى 10 سنوات وأكثر، فإحنا يعني من حقنا إنه ننال التثبيت، وهذا أبسط حق وأبسط مطلب. وإحنا كمهندسين ويدري هو مهندس الأستاذ، وحق المهندس على المهندس إنه ينال هذا المطلب المشروع، تمام سا؟ فيعني نتمنى من جنابه انه يراعي ننظرنا بعين الابوه والاخوه، واحنا شفنا هاي احنا خواته المهندسات اللي عايفات بيوتنا وعايفات اولادنا وعايفات دوامنا في سبيل انه ننال حقنا المشروع.